لك انت ساعات بتحط ايه شد حاله ايه دي ايه بيصدق حاله لا مش شد حاله مش شد حاله انا بعمل لك كده لا انت برضو انت فيك نفس الشيء زي ميراد شويه انت من النوع اللي انت على طول عايز تحمي نفسك ليه انا مش عارف يعني انا يمكن ميراد عشان انا يمكن من اكتر الناس اللي اتكلمت معاها عرفتها اكتر شويه مش عارف انا افهمها كومبليتلي بس انا دي الحته اللي فهمتها فيها فاهم انت يعني كنت اتكلمت معاك بس مش قدها يعني بس بحسها فيك بحسك ان انت يو بروتكتنج يور سيلف فروم ايه انا مش عارف فروم يو او لا لا عامه I feel like you're always on guard. From what I'm not sure, but saying not as much as she is. هي شيء تريكسنت هي بتنفر الناس. أنت لا عادي بس هو في كاشن في يعني في بارب واير هي حيطان ومزامير ونور. في reasons أنا لا بعدين نحكي فيها الموضوع. I tried fitting and some people just you know gave me a buzz. So خلاص ما أجلس أرجع. I don't try twice. It's only once. I get you. رامي. رامي الحرامي رامي زي ما قلت لك زي ما قلت لك ممكن عادي انت من نوع ال برضو طيب مش عايز بس الموضوع طيب ده يبقى بيتعاد كتير بس انت طيب يعني الحمد لله كلنا طيبين يعني جمال وكل حاجه انت طيب فيك سنه خبص بس مش خبص بمعنى خبص مش اللي هو مش خبيث اللي هو تتامر على الناس لا بس انت من النوع اللي هو ايه اللي بحسك بتعرف حاجات كتير قوي علينا كلنا وقاعد كده اهو فاهم وساكت فاهم ايوه تنساح يعني خلاص هي اللي تحت التبل زي ما بيحكوا بس انت برضو مش من النوع اللي يعني انا برتاح عليك بصراحه برتاح عليك بحس انت من الناس اللي مريحه نفسيا بتحسس اللي حواليك ان انت يعني ممكن تكون اخ صغير وفي نفس الوقت ممكن تكون اخ كبير وفي نفس الوقت ممكن تكون صديق فاهم فيك انت الشيء ده يكون معاكم طهره مستعجل طهرة عشان قبل كل طهرة زي ما قلت لك طهرة انت انا الشيء اللي لفت نظري فيك قوي معاملتك مع سلوى حسيتك بجد زي ما قلت يعني اخت حسيتك بعد وقت المغرب معاملتك معاها على طول يعني انت بخلي بالك منها بتقعدوا مثلا انتوا بتطبخوا بتروحوا بتيجوا يعني فاهم حسك اخت كبيره ويعني في يعني كان في حنان ما كنتش انا عارف ان هو كان فيكي شفته فيكي معاها فاهم قصدي؟ وده في حد ذاته يعني علقي في نظري بصراحه يعني وخلاني حتى عايز اعرفك احسن وعايز اتكلم معاكي اكتر وعايز اقعد معاكي اكتر وعايز تمام؟ فهمتي ولا فهمتك بس مش عايزه اعلق ما انا عندي أيوة حاجه ايوه ما في دفاع مش عايزه خلاص هيثم كومنت هيثم سلبيه ما فيش؟ ايه؟ وش تبين انت؟ سلبية بالعكس خلي ابي السلبيات طيب. هبدا هقول لك ايجابيات انت بمعنى الكلمة على نيتك بمعنى الكلمة الله يخليك بمعنى احسن شيء انك تكون على نيتك على نيتك بمعنى الكلمة السلبية ان انت هو اللي بيقول في اوقات الحاجة اللي بيعرفها في اوقات بحسك المفروض تكون يعني انا دي الحاجات اللي مثلا بحسك المفروض تكون جد فيها بحسكش تكون جد فيها مظبوط قصدي بحسك المفروض ده في اوقات كتير قوي لازم تكون جد وتاخد كل حاجه جد وفي اوقات تتحرك براحتك فاهم قصدي بس في اوقات بحس انك ده هو المفروض تاخد شيء بجديه اكتر ما بتاخدوش بجديه بس غير كده بقول لك على نياتك انا يعني انت برضو من الناس اللي لو قعدت معاها ما بكونش مقلق فاهم قصدي يعني من الناس اللي يعني مرتاح معاها في ناس بدون ذكر اسماء يعني ممكن ما تكونش مرتاح قوي فاهم بس انت من الناس اللي برتاح اللي هو عادي قعدت معاك ممكن احكي براحتي اتكلم عادي مش عارف ايه عارف ان انا قلت حاجه فاهم مش من النوع اللي تاخد كلمه تروح تقول فيها ولا عزوز تقول مش عارف مين لو عادي حتى لو شيء انت عايز تقوله ممكن تقول لا خلاص انا مش دعوه فاهم وده في حد ذاته شيء كويس مش عارف ادقه حبيبي على راسي السلبيات شفت بسرعه يلا انت عزوز فيني احكي انا معك عزوز يلا عزوز بصل بلش فيه ابتدي باصل انا قلت لك يعني باصل خلوا كل واحد دوره معلش سوري ما بحب يزعل هذا رايي انا هذه واحده ونص باصل انت وايد حنون اوروبا فيك حنية حلوة يعني وما تطلع الحنية على أي شخص ما يستاهل يعني تغدر الناس ببالك تشوف إن هذا يستاهل يعني مثلاً ميرال تعطيها مثلاً 20% لها الحد وبس ما عدي فلان أعطي لها الحد وما عدي متفائل وايد حاط نقاط في بالك ونفس الوقت تدري إنها عالية عليك لكن تبي توصل لها إن شاء الله وايد حلوة فيك الميزه اللي مو حلوه اللي في السلبيات قلت لك اياها ان الشغله اللي مات هذا اللي تفرض شغله تفرض ولا مثلا تزعل او وعصبيتك اللي هي من داخل انت طيب بس وجهك عصبي
هذه المحبه اقعد ان شاء الله هذا انا بس احكي بدي احكي شغله صغيره انا ما بزعل انا ما بزعل ادري ادري انت عامل لك كويس اللي من داخل انك انت مو زعلان بس ما بزعل بس ما بزعل ايوه هذه ميرال ميرال انت الشغله الوحيده اللي حاط بينك وبينهم حد ان انت وايد عقلك يعني مخك مخ 2012 2013 والله العظيم مو مخ 2010 يعني عشان هذا الشيء اللي مخلي اللي مخليك مو قادر تغلمين ويا مو تغلمين يعني مو قادر تعرفين عن ميرال شنو انا خايف انت مثلا تعرفين عن ميرال شنو الناس بالاوفشنالي شيء جديد يعني شيء غريب من كثر من اللي فهمي اللي انا ما فهمت يعني مثلا انا لو اجيب الحين سياره تطير حقكم كلكم انتم ايش راح تقولون لو اقول لكم انا شفت سياره تطير ايش بتقولون كذاب كذاب اوكي حلو متى راح تصدقوني ليه من اثبت لهم ان انا يعني ليه من اجيب لهم السياره اللي تطير هذا انت ميرال لو ان انت عقلك وايد انا ممكن اقول بس تعليق ده شيء طبيعي لان هي يعني هي اكبر مننا في السن فاحنا لما بنتعامل معاها هي دايما بتحط فكره ان انت اصغر مني في السن مو شرط ليش هيثم كم عمرك هيثم كبر ميرال لا 23 سنة أي 25 ولا 23 24 فرق سنة بينهم بس أنت لما تيجي على ميرال تصدقني مثلا خد تسولف معاك تعمق وياها في الكلام تعمق يعني يعني سولف لا لا تلعب تضحك ميرال لا سولف سولف جد يعني اقعد أنت وياها ساعة مثلا على طاولة وسولف سولف جد راح تعرف إن ميرال اللي قدام تفكر اللي قدام ما تفكر بالمثال اللي يبي هذا رأيي فيك أنا سلبياتك ان من خش ورا غناء تخلي الناس تفهمك قبل لا تظلم حال انت نفسك بنفسك غناء يعني حاولي رايي لا تدافعين لك ما عم بحكي بس سلوى انت شخصيه حلوه يعني كثير لكن خايفه يعني لو طهره مش موجوده ممكن لو طهره طلعت انت طلعتي وراها على طول هذا ان شاء الله غلط يعني لا تعتمدين على طهره في شيء هذا رايي انا رايي بس انت شخصيه وايد حلوه يعني مرحه وممتعه يعني انا ما عرفتك الا بعد النومينيه على فكره يعني يعني ما قبل النومينيه ما كنت اعرفك شيء معنا بالفندق قعدت سولفت معك تكلمنا انا كمان كله سهل يعني حتى لما كنت طهره قاعده وانا اسولف معك تسولفين معي جد والله والله لما كنت طهره قاعده واسولف معك خاف من طهره لما اسولف معك انا بروحي مثلا ما تاخذي راحتك حكي تثمنين كلامك يعني مثلا لما اقول لك طهره شلونك تسكتين بعدين تقولي انا بخير فاكرين الكلمه ممكن لو قلتها ممكن تزعلك ترضيك ما تحبين يعني تحبين تحسبين كل خطوه قبل لا تسوينها ريان انت اوفى شوف الكلمه اوفى بني ادم تعرفت عليه بحياتي حبيبي يا اقسم بالله والله العظيم انسان وفي بطريقه غريبه وفيك يعني فيك قدره انك تتحمل يمكن جبل ما يتحملها حبيبي انت في شغله الحين الحين يعني يعني في شغله في امور قاعد تتحملها والله العظيم لو اي بني ادم ثاني بالاكاديميه تصير له اقسم بالله ممكن ينهد ينكسر يسوي اي شيء خصوصا حق بني ادم بوضع نفس الوضع اللي انت فيه سلبياتك انك في ريان داخل طلع خلي الناس تشوفه لا تخليه داخلك في ريان داخل طلع لا تخلي الناس يعني لا تخليه مع ميرال بس ولا معي انا بس ولا مع سلوى بس ولا مع فلان بس لا طلع خلي الناس اللي تشوفه لانه فعلا شخصيه وايد حلوه حبيبي رامي انت حبيتك يعني جد احبك احبك وايد بطريقه ما تتصورها لكن فيك ميزه ما حبيتها ما تعرف شنو تبي هالشيء يخليك يعني يخلي اللي يعرفك يقول رامي ما له صاحب لا تفهمني غلط فهم هذا رايي انا ها يعني فيك شغله ان انت ما تعرف شو اللي تبي يعني مثلا بعطيك مثال يعني انا احب هالسياره السياره انا احبها بس لما اجي اشتري سياره ما اشتريها اشتري سياره ثانيه اشتري سياره ثانيه فمني مو في حق هالشيء او مالك صاحب هالشيء انا بس انت حول السياره حق صاحب او شخص او اي شيء هذا رايي فيك شكرا انت خليك اخر واحد اوكي هذه سلبيات طاهر انت والله العظيم وبهالنعمه من اروع يعني من بنات من احلى الشخصيات اللي قابلتها انسانه مرحه حنونه و يعني دائما تسوي كنترول على نفسك بطريقه غريبه وغبيه بنفس الوقت هذا كله اقدر اقوله هيثم هيثم انت فيك شخصيه واقسم بالله لو تطلعها تتسب وتتبهدل هالبنت انا متعمد شيء انا ما تستحي بعدين اقول له حبيبتي طال هيثم هيثم في شخصيه واقسم بالله لو تطلعها طب سلبيه ما قلتلوش سلبيه سلبيه ما يعني قالك غبيه طهره طهره